يا أصحاب السمو وسعادة الشيوخ، نصل إلى تاسع أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، في هذا اليوم 27 من شهر مارس يوم الأحد اليوم التاريخي. وينطلق مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم شوط الشلفة الذهبية للثنايا البكار المفتوح، ينطلق الشوط المفتوح مشاهدين الكرام أيها الأعزاء، وبدأت الأسئلة. الشوط المفتوح الشلفة الذهبية، أين ستروح في هذا المساء؟ أين ستتجه في هذا المساء؟ الحافل بالمنافسة، هذا المساء الحافل بالأسماء القوية، هذا المساء التاريخي، هذه الأمسية، وهذا هو شوط الشلفة الذهبية من مسافة 8 كيلومترات. من مسافة 8 كيلومترات انطلق هذا الشوط، وانطلقت الأسماء المرشحات البارزات الحاضرات على أرضية الميدان. مهرجان تاريخي، أسماء قوية، حضرت المؤسسات بكامل نصابها، بكامل مضمرينها، بكامل أسمائها. فلمن الشلفة الذهبية؟ مطمح جميع الجماهير المترقبة لنتائج المساء. أشواط ذهبية في هذا المساء في ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مقدمة الشوط، ومن تحتل المركز الأول تسيطر على الشلفة، مخيفة 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 من هجن الرئاسة على مقدمة الشوط. المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع مخيفة، بينما المركز الثاني وصلت وتقدمت على صعيد المركز الثاني الضعاين لهجن الشحانية، يضمرها الذهبي سالب بن فاران يقدم الضعاين على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تسللت وتقدمت مرضية، أو هنا تقدمت الحذرة لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير. إذن الثلاث الأوائل رئاسية شحانية عاصفية تسللت في هذه اللحظات روعة لهجن الرئاسة بتضمير الوهيبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق، يتابع من تتسلل روعة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تقدمت كفاح لهجن الرئاسة بتضمير الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما المركز الخامس هجن العاصفة تتقدم وتتسلل مع الحذرة لهجن العاصفة بتضمير ومتابعة غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، نشاهد هذا التخطيط، هذا الجر من البداية ما بين بعض الأسماء من بعض المؤسسات. الشوط جر وهذا شيء طبيعي، شوط رمز، شوط مفتوح، سنرى التخطيط والتكتيك، ولكن العبرة بالخواتيم. لمن سيختم هذا الشوط؟ من هذه المؤسسات؟ واحدة من هذه البكار ستظفر بالشلفة في الشوط المفتوح. أي من هذه الأسماء؟ هل تكون الأسماء المرشحات أم تكون المفاجآت واردة في مثل هذه الأشواط النارية؟ المفاجآت دائما هي سيدة الموقف، والترشيحات كذلك دائما هي سيدة الموقف. الكل يريد انتزاع الشلفة، شوط تاريخي، شوط جماهيري. يا سلام، العاصفة والرئاسة والشحانية في ملحمة مسائية. المقدمة الأربع المراكز الأولى، الخمسة المراكز الأولى، 2 رئاسية و3 عاصفة عاصفية. الله، هجن العاصفة تتسلل في هذه اللحظات لتسيطر على الموقف. إحراج، تقدمت إحراج في أول نداء لتنتزع المقدمة من هجن العاصفة لتسيطر على الشوط المفتوح، على الشلفة الذهبية في هذا الشوط
المكتظ بالسبق، هذا الشوط المليء بالنوعيات الفاخرة، بالأصايل، راعيات الإنجازات، الحائزات على الرموز في مختلف المهرجانات في السنوات الماضية. طوت الرموز طي، هذه الأصايل، هذه السبق. الليلة 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 يا مضمرين، ليلة تاريخية. هجن العاصفة تسيطر على المركز الأول، هجن الرئاسة تسيطر على المركز الثاني مع مخيفة، هجن الرئاسة أيضا تدخل باسمين قويين تتسلل مع التماس لهجن الرئاسة، وأيضا في هذه اللحظات الهدة تسللت على المركز الثاني. هجن الشحانية تصل في أيضا دخول مفاجئ، وصلت الشعلة لهجن الشحانية. معك يا الذهبي سالم بن فاران مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع التماس لهجن الرئاسة، لهجن الرئاسة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أيضا تصل وتتقدم الوثبة لهجن الرئاسة بتضمير العملاق الوهيبي سلطان بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم، هناك أسماء قوية، هناك أسماء عملاقة، هناك أسماء مرشحات لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. ياهو شوط الشوط الليلة، ياهو شوط، شوط كر، شوط فر، شوط تخطيط، شوط تكتيك، شوط أسطوري، شوط استثنائي في ميدان الشحانية، في ميدان التحدي. الشلفة الذهبية أين ستمسي في هذا المساء؟ هل تمسي في ميدان التحدي أم تتجه إلى ميدان الوثبة أم هناك إلى ميدان المرموم؟ العودة إلى مقدمة الشوط، ما زالت الهدة من هدة على مقدمة الشوط متحكمة بهذا الشوط الرئيسي، تتلاعب بهذا الشوط المفتوح من خلال سيطرتها وتقدمها على صدارة الشوط، تنتصف المسافة. يا أيضا يا الخيالي الفيلسوف، الفيلسوف مع المركز الأول مع الهدى لهجن الرئاسة. أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي الفيلسوف يتابع الموقف من خلال تقدم الهدى المنهدة على الشلفة الذهبية في هذا المساء، بينما المركز الثاني هجن العاصفة تصل مع إحراج على المركز الثاني. هجن العاصفة، الهجن القوية الحاضرة بكل ثقلها في هذا الشوط مع المركز الثاني بتضمير ومتابعة غياث الهلالي، بينما الشعلة على المركز الثالث من هجن الشحانية، من هجن الشحانية على المركز الثالث. أيضا الشعلة أشعلت منافسة الشوط بهذا التقدم، هجن الشحانية على المركز الثالث مع الشعلة بتضمير ومتابعة الذهبي سالم بن فاران، بينما المركز الرابع أيضا تصل ربدة لهجن الشحانية. معك يا الذهبي سالم بن فاران، بينما المركز الخامس أيضا هجن الشحانية مع شوشرة بقيادة سالم بن فاران. إذن الثلاثة المراكز الثالث والرابع والخامس لهجن الشحانية بقيادة الذهبي، من يرمي بأوراقه الرابحة على الشلفة في الشوط المفتوح؟ العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الهدى على المركز الأول لهجن الرئاسة بتضمير الفيلسوف، بتضمير الفيلسوف، بينما الشعلة على المركز الثاني لهجن الشحانية بتضمير الذهبي، بينما المركز الثالث تصل فيه وتتقدم إحراج على المركز الثالث مع غياث الهلالي في التضمير. المركز الرابع تقدمت ربدة لهجن الشحانية، يصل وتصل الدعم في هذه اللحظات من هجن الشحانية وهجن الرئاسة للمقدمة، أرى الدعم على صعيد المراكز القادمة. هناك شعارات لهجن الشحانية وبمعيتها شعارات هجن الرئاسة. الله، ياهو شوط، شوط الشلفة المفتوح، الثنايا الثنايا الثنايا، الشوط المفتوح، أين تتجه الشلفة يا متابعين الكرام؟ ثلاثية نارية من خلال تقدم هجن العاصفة هجن الرئاسة وملاحقة هجن العاصفة والشحانية على المثلث الذهبي في الثلاثة المراكز الأولى. كل الشعارات حاضرة، المستوى ممتاز، الحظوظ متقاربة. الله
يا سلام. الرئاسة ما زالت مع الهدة متسيدة الموقف. الهدة 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 لهجن الرئاسة مع المركز الأول مع الشلفة الذهبية في شوطنا المفتوح في أقوى أشواط الثنايا. الفيلسوف رجل الأمتار يبادر بالهجوم من بداية هذا الشوط في وضع مختلف نوعا ما مع هذا المضمر. الفيلسوف من بادر بإطلاق الهدة على المركز الأول لاستنزاف المقدمة في تكتيك واضح وتخطيط محكم. إذا هجن الرئاسة على المركز الأول على صدارة الشوط. الشحانية تقترب من المركز الثاني بل تتسلل الشعلة تتقدم الشعلة لهجن الشحانية باحثة عن اختطاف الشلفة في هذا الشوط المليء بالسبك في هذا الشوط المليء بالمفاجآت. كيلو وين يا مضمرين عن الشلفة. نقترب من المنصة الرئيسية عن أيضا حسم أمور الشوط المفتوح. المركز الثالث إحراج لهجن العاصفة هذا الاسم القوي مع غياث الهلالي. وتصل في هذه اللحظات ربدة لهجن الشحانية مع سالم بن فران. ارصد المركز الخامس. تصل مرضية تصل مرضية تصل مرضية لهجن الرئاسة لهجن الرئاسة مع أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يقدم مرضية على المركز الخامس. يا سلام. ما زالت هجن الرئاسة تفتتح النداء وتختتم النداء مع المقدمة أيضا الهدة وفي ختام النداء مرضية مع الفيلسوف. الفيلسوف الكيلو ونصف الكيلو بانت المنصة يا مضمرين. بدأ الانطلاق نحو الشلفة بدأ السباق نحو الناموس بدأ التحرك من قبل المضمرين. الشعلة 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 حاضرة بكل ما أوتيت من قوة مع هجن الشحانية تبلي بلاء حسنا في هذا الشوط في شوط الشلفة. هذه الشعلة من البداية وهي تصارع المقدمة مع المركز الثاني مع هجن الشحانية مع الأدعم في المركز الثاني. الشعار الملكي يحضر في الوقت الحساس مع إحراج هجن العاصفة تقدم إحراج على المركز الثالث في مستوى ممتاز. وتحركت أيضا ربدة انطلقت ربدة في المركز الرابع لهجن الشحانية وأيضا تصل في هذه اللحظات مع الكيلو متر الأخير. تصل الضعاين عادت الضعاين عادت الضعاين عادت الضعاين في المركز الخامس. العودة إلى مقدمة الشوط. ألف هدى والشعلة الشحانية والرئاسة الشحانية والرئاسة. هل تمسي الشلفة متابعين الأعزاء أم تقادر إلى ميدان الوثبة من خلال ما أرى. ألف هدى مع المركز الأول. الفيلسوف يقدم الوثبة في المركز الأول ولكن تصل الشحانية باسمين قويين باسمين قويين. الشعلة الشعلة تصل وأيضا ربدة هجن الشحانية. يا سلام يا سلام. الشحانية الأدعم 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 مرضية قادمة على المركز الثالث. ولكن الضعاين الضعاين الشلفة الذهبية الشلفة الذهبية تمسي في الميدان تمسي في الميدان تمسي في ميدان التحدي في ميدان الشحانية. أقوى أشواط الثنايا أقواها مع الشعلة. شحاني الرمز شحاني اللون عنابي اللون. سلام يا الشحانية سلام سلام يا الشعلة سلام. تهانينا للمقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. تهانينا للجماهير العنابية على انتزاع الشلفة بالثنائية. الشحانية 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 تنتزع الشوط المفتوح بثنائية تاريخية في هذا المساء. سلام يا الأدعم سلام سلام يا هجن الشحانية سلام. تهانينا والناموس للمضمر الذهبي سالم بن فران من قدم الضعاين في المركز الأول وربدا في المركز الثاني. سلام لهجن الشحانية سلام. إذن هجن الشحانية المركز الثالث المركز الثالث مرضية لهجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. إذن هذا هو المضمر الذهبي سالم بن فاران يتقبل ويتلقى التهاني بعد فوز الشعلة بالشلفة
الذهبية في الشوط المفتوح كان شوطا اسطوريا في هذا المساء من خلال قوة الأسماء الحاضرة، قوة الأسماء المشاركة، وهذه التهاني يتلقاها المضمر الذهبي سالم بن فاران من إخوانه المشاركين والمنافسين. تحية لكل الحاضرين في هذا المساء. المركز الثالث مرضية لهجن الرئاسة، المركز الرابع الضعاين لهجن الشحانية، المركز الخامس التماس لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. إذن هجن الشحانية تنتزع الشوط المفتوح بثنائية تاريخية في هذا المساء. تهانينا والناموس، هذه الشعلة من اختطفت الشلفة الذهبية في الشوط المفتوح. سلام يا الشعلة سلام. 12 دقيقة 19 ثانية 39 جزء من الثانية وتمسي الشلفة الذهبية في ميدان التحدي وفي ميدان الشحانية. المركز الثاني وصلت ربدا، قطعت المسافة في 12 دقيقة 20 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لهجن الشحانية وتهانينا للذهبي سالم بن فاران. أشكرك يا بن فاران على هذا المستوى الممتاز للضعاين ولربدا. المركز الثالث اللي ما قصرت أيضا في المركز الثالث وقدمت عرض تشكر عليه مرضية هجن الرئاسة. مرضية قطعت المسافة في 12 دقيقة 22 ثانية 17 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة اللي قدمت أيضا عرض في هذا الشوط تشكر عليه. تهانينا القلبية لأحمد بن مطر.